يعني الأهمية الأول هي دي. الأهمية التانية بقى البترول. النهاردة هو ضرب لك العراق، ودي أكبر دولة عربية مصدرة للنفط ومالكة للنفط. ليبيا فاضل السعودية. فأصبح الثلاث دول الكبار بتوع البترول مساحة وإنتاج بيخلص عليه. الله، طب احنا بعد كده هنبقى لا نملك شيء بقى؟ يبقى احنا عاملين زي الفراخ، تبيض وما تحكمش على بيض. الله، او انت بتضحكي على مشاهد الحياه يا بنتي؟ مظبوط. ما هو ضرب لك ليبي، فرنسا خدت البترول بتاع ليبي 10 سنين. نعم، هو ده الدور عليها، لان ايطاليا كان لها قبل كده في العمليه. واخده بالك؟ امريكا خدت العراق ومعاه انجلترا، وهتاخد السعوديه ومعاه المانيا وانجلترا برضه.